المستشفى هي بيتي الثاني صراحة. أنا أحب شغلي وايد، أنا من النوع اللي إذا في إجازة أوله على شغل. اختياري كان مبني على رغبة قديمة من وأنا صغيرة، وأنا أقول أنا يوم أكبر بصير دكتورة. أنا كنت دائماً أشتري عدة الطبيب، السماعة، الهامر، الحقن. قدوتي أمي، كل نجاح أي نجاح حققته في حياتي كان لأمي دور كبير في تحقيقه. لما قلت لها غيرت رأيي أبي تخصص جراحة الأطفال ما زعلت، قالت لي هذا زمن التميز. فضل الله لما خلصت الثانوية العامة التحقت بكلية دبي الطبية، أخذت جائزة الشيخ راشد للتميز العلمي مرتين، كرمت من سمو الشيخ محمد بن راشد بعد اختياري كواحدة من الطبيبات المتميزات من خريجات كلية دبي، وظليت على تخصص الجراحة. بعدين يا سؤال أي تخصص في الجراحة؟ أثناء وجودي في سنة الامتياز طلب مني أني أسوي روتيشن في قسم جراحة الأطفال. من أول يوم داومت في قسم جراحة الأطفال ناداني دكتور عبد الرحيم مصطفوي: أنت دكتورة غدير؟ نعم. إذا كان الكلام اللي سمعته عنك صح لازم تغيرين رايك وتاخذين تخصص جراحة الأطفال. فخورين إن بنت من بناتنا إنها توصل لهالمرحلة من العلم وحكمة وصبر. لما جت غدير عندي وشفت عملها وطريقة معاملتها وخفت إيدها عجبت فيها. من أهم الأسباب اللي خلتني أختار جراحة الأطفال كتخصص أني حسيت أن الأطفال يكونون نسبة كبيرة من المجتمع عندنا في الإمارات، وما في ولا أحد بهالتخصص. حسيت أن من خلال جراحة الأطفال راح أخدم شريحة كبيرة من مجتمعنا. قرار السفر كان قرار صعب، يمكن كان أصعب قرار بالنسبة لي. أصعب شيء فيها كان أني سافرت ولدي ما كمل عمره 3 شهور. بصراحة فالمرحلة الدعم والتشجيع اللي لقيته من زوجي يعني كان لا أثر كبير أني أتخطى هالمرحلة. في تاريخ 29/4/2010 حصلت على البورد الألماني في جراحة الأطفال، وكنت أول جراحة أطفال إماراتي. Und am 29. April habe ich mein Facharzt gemacht. مرات نستغرق في العمليات وقت طويل، 6 ساعات 8 ساعات، مرات حتى أكثر. وقفة طويلة، ساعات التعب كلها تهون بمجرد أنك أنت تطلعين تقولين حق الأهل والله ولدك بخير، العملية خلاص خلصت. تشوفين ابتسامة على وجههم تحسين بالرضا، يعني الحمد لله. ما أمانع أن الأم تتصل فيني تسألني حتى وأنا في البيت. بصراحة أغلب وقتي وأنا في البيت أحاول أني أقضيه مع عيالي كأي أم، يعني إحنا نذاكر مع بعض، نقرأ كتب مع بعض. جراح محتاج مهارات بإيده، يمكن هالشيء أنا أخذته من أمي. أمي من النوع اللي تحب تحيك، تحب شغل الكنفة والأبر والخيوط. والحين ألاحظ بنتي تحب تسوي الأساور بعد بالخيوط، تحب تسوي مفارش صغيرة تستخدم خيوط الصوف. فهي بعيدة عن الجراحة لكن أشوفها يعني قريبة مني. مرات أحب الشوبينج، وايد أحب الشوبينج. الحمد لله أن دوامي ما يسمح لي وايد. ضعيفة قدام الشوكولات، بس مو من مصلحتي إنهم يسمعون. يمكن هذا أكبر مجال يقدر الواحد يرد فيه جزء صغير من فضل هذا الوطن الكبير. الإمارات محتاجة الدكاترة، محتاجين تخصصات مختلفة، فليش لا؟ أنت راح تخدم الناس وراح تخدم المجتمع. أنا الدكتورة غدير جابر، أخصائية جراحة أطفال.